السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطى قانون السلامة الوطنية في 2011 الضوء الأخضر للسلطة البحرينية في الانتهاكات والجرائم الإنسانية بحق الشعب، أثمرت بأعداد هائلة من المعتقلين والمعتقلات والمعذبين والجرحى والشهداء والقتلى. نساء وأطفال لم يسلموا من تلك الانتهاكات، وإن أنواع التعذيب الذي يرفضها القانون الدولي قد تعددت بين الإكراه المادي أو الأذى الجسدي لنزع الاعترافات والإكراه المعنوي أو الأذى الذهني كالشتم والسب والتهديد بالقتل والاغتصاب والإهانات والتجريد من الملابس. ورغم الجهود المضنية التي قامت بها الجمعيات الحقوقية والسياسية في نشر ورصد انتهاكات السلطة وتوثيقها، وبعد توصيات السيد شريف بسيوني وتقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة في نوفمبر 2011 الذي أشار لكل هذه الانتهاكات، إلا أن السلطة لم تنفذ أي توصية من هذه التوصيات ولم تبادر حتى بمعاقبة جميع من تسببوا بهذه الجرائم التي أقر بها رئيس اللجنة في تقريره. وفي إبريل 2011 ألغت مملكة البحرين التزامها بسبع مواد من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فقد أجازت لنفسها الاعتقالات التعسفية بإلغاء المادة التاسعة، فيما أعطت لنفسها الحرية في التدخل في خصوصيات الفرد ومراسلاته الخاصة بعد إلغاء التزامها بالمادة 17. كما أجازت لنفسها من حق حرية التعبير ومن حق التجمع السلمي بإلغاء الالتزام بالمادتين 19 و21 على التوالي. بعد مضي عامين من انتفاضة الشعب البحريني بتاريخ 14 فبراير 2011 ووعود السلطة بالحوار وتهدئة الأوضاع وإلغاء زيارة مقرر التعذيب، يعطى الضوء الأخضر لتزداد وتيرة الانتهاكات واقتحامات حرمات المنازل فجرا، لتصل الاعتقالات إلى أكثر من 500 معتقل، يزج البعض منهم في خلايا هدفها الإرهاب وزعزعة استقرار البلاد، ليشهر بهم في الإعلام والتلفاز قبل المحاكمة وقبل انقضاء فترة التحقيق. ها هو 14 من أغسطس قريب، وقد حذرت وزارة الداخلية من الاستجابة لدعوات تمرد 14 أغسطس وما يتخللها من مسيرات سلمية تطالب بتقرير المصير والذي هو من حق الشعب سنة وشيعة، والتي تنصه المادة الأولى من الجزء الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. إن شعب البحرين سنة وشيعة لا يبتغي سوى العيش الكريم والعزة والاستقرار لوطنه، وإن هذا الشعب الأصيل عرف بأصالته وطيبته بين دول الخليج وتآلف الطائفتين منذ مئات السنين. لقد سئم شعب البحرين الفساد الدولي والإداري والأخلاقي في البلد. شعب البحرين بجميع طوائفه أبي عزيز كريم لا يقبل إلا الكرامة التي ترفضها حكومة جائرة جاثمة منذ أكثر من 40 عاما على صدر الشعب وعلى الشعب أن لا يعطي الفرصة لهذه الحكومة مرة أخرى بإشعال الفتن الطائفية بين أفراد الشعب، خصوصا بعد 14 أغسطس. أحبتي سنة وشيعة، أنتم من تقررون مصيركم، تطالبون بالعيش الأبي بالعزة والكرامة وإصلاح ما تفسده الحكومة، تقررونه بطرق سلمية بحتة بعيدة عن العنف الذي تنتهجه السلطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.